أول حاجة بنتفضل بالشكر لكل القائمين على العمل الجيد الممتاز، وكان لنا الشرف الأساسي في أنه نحضر من أول نسخة موجودة في الإصدار لآيدكس، وشفنا التطور الكم والنوعي والتنظيم مقارنة حتى الإصدارات الخارجية، لأنه كان لي الشرف برضو أحضر إصدارات خارجية في يوروسيتري، في إيدكس، في كل العالم. فبفتكر أنه هنا عندنا شيء مميز موجود أنا ما شفته بالعالم كامل، النظام، الدقة، والإمبروفمنت اللي هو تصاعديا، واستخدام شايفة الحين الذكاء الاصطناعي برضو في كل مكان، والفيرتيز العالية بكل الأجناس، بكل الشركات، بكل المنتجات العالمية موجودة عندنا هنا في الإمارات. فده فخرة نحن نحتز فيه جميعا إن شاء الله. بلا شك. بماذا تميزتم هذا العام؟ ما هي أبرز منتجاتكم وأبرز أيضا ما قدمتوه في خدمة القطاع خلينا نقول الأمني وكذلك الدفاعي لدولة الإمارات؟ نحن الإصدار ده تقريبا حاولنا أن نكون عندنا فيرتيز تبعة المنتجات من السيفتي والأمن وجميع الانتجات في هذا القطاع. فاتميزنا بسيارات الإطفاء واللي هي دي بقت الحين ترند عام ومحتاجة في كل مكان، فابتدنا ننتج أشياء مختلفة على أساس أنه يكون 3-in-1، نختصر عدد الآليات الموجودة في مكافحة الحريق، في الريسكيو والسي بي آر إن، وننتجها في سيارة واحدة تختصر علينا التكلفة وفي نفس الوقت زيادة الكفاءة. وعندنا الإنتاج الثاني اللي هو ده الفان، اللي هو ده بيشتغل في كل المجالات من ناحية كوماند بوست، من ناحية إزعاف، من ناحية مالتي تاسك. والآليات الأساسية الثانية الموجودة عندنا اللي هي آليات المان، طبعا كلها هي مالتي تاسك، فهنا بنتكلم على سيارة واحدة، يونت واحدة، لكن ممكن نعملها كمالتي تاسك، فدي بتختصر الوقت والزمن وبتكون فعالية إضافية. بلا شك شركتكم انتقلت خلينا نقول 100% إلى القطاع التكنولوجي، استخدمتم تجربتكم في الذكاء الاصطناعي، دعنا نتحدث عن شركتكم وتجربتها مع الذكاء الاصطناعي. بفضل الله والحمد لله أنا من التسعينات ابتدينا الذكاء الاصطناعي عندنا في الشركة، وكان في ثورة موجودة داخل الشركة، والآن كل العمل المنتوج إنتاجيا أو مراسلات أو فوات كل شيء بيتم عن طريق أونلاين الآن، فكل شيء كنترول وبطريقة دقيقة وبطريقة سلسة بطريقة ممتازة. فبفتكر أن إحنا من التسعينات ابتدينا الخطوة دي، واليوم منجني ثمارة صراحة في الإنتاجية، في السرعة وفي نفس الوقت الدقة والأداء. نعم، بالنسبة لمشاركتكم في آيدكس ومن خلال كلامك بأنكم منذ السنوات الأولى مشاركين في آيدكس، بلا شك أكيد كانت هناك نقاط تحول، هناك تجارب ناجحة، هناك خلينا نقول عقد صفقات أيضا ناجحة ومثمرة لشركتكم. دعنا نتحدث عن تجربتكم بشكل خاص في آيدكس وما شاهدتموه خلال هذه السنوات من تطور يعود إليكم بالنفع كذلك. نحن أول حاجة فخورين أنكم مشاركين في آيدكس، لأنه هي مش مسألة عقودات، عندنا عقودات الحمد لله موجودة قائمة وعلى مدى 30 سنة مع القوات المسلحة، ونفتخر في الكلام ده. وحصل لنا نحن بعد طفرة، لأنه القائمين على كل المجالات أخذنا من عندهم خبرات إضافية خلتنا نحسن الأداء بتاعنا مرة بمرة، ودي التطور طبيعي بالنسبة للآيدكس، ونحن يعني كبارت منه كشركة محلية بنفتخر في هالمجال يعني أو في هالأشياء. نعم. بلا شك أكيد. نعم. صباح جميل في آيدكس، مريت على البوثات الموجودة، طلعت على المشاركين، تعرفتم على بعض، وكذلك كانت هناك حوارات ناجحة. هذا المؤتمر أيضا الذي صاحب آيدكس كان بوابة للشراكات الناجحة والتطورات في هذا المجال الأمني والدفاعي. دعنا نتحدث عن أجمل ما لفت انتباهك في آيدكس هذا العام. الحقيقة آيدكس كله جميل من أوله لحد آخره. نعم. يعني هي في النهاية لوحة متكاملة، فما تقدر تقطع منها مكان معين، غير اللوحة هي كاملة مرسومة بدقة، وما شاء الله القائمين عليها كامل عمل أداء مميز وجيد. فإذا أقول جميل أقول كل شيء جميل. صحيح. التنظيم، الإدارة، توزيع المنتوجات، الدول، المشاركات،
يعني الواحد بيكون صراحة مسؤول في مسألة الإدارة، كيف كل هذا الكم قدرتوا تعملوه في مكان واحد بطريقة معينة وسيستمايز وماشي بطريقة سلاسة؟ يعني هاي شيء يعني فعلا الواحد يعني يعجز حتى التعبير عنه. خلونا نتكلم عن المؤتمرات الدفاعية التي تعنى بشأن الأمن الدفاعي وكذلك أهميتها في مثل هذه الأيام، وخلونا نتكلم عن الفائدة الرئيسية لإقامة مثل هذه المؤتمرات وأهمية أيضا مشاركتكم فيها لإنجاحها وأيضا إثرائها. المؤتمرات شيء مهم لتبادل الخبرات وتبادل الخبرات المختلفة بين جميع الشركات، ودي في النهاية بتنتج طبعا سوليوشن بالنسبة لكل حد، لأنه الفائدة الأساسية بالنسبة للمؤتمرات اللي هي اجتماع الناس وتقديم الأفضل وتبادل الخبرات على أساس أنه كل إنسان يستفيد من الخبرات المختلفة بجميع الشركات. فدي من الأشياء المهمة الموجودة في ودي ثمرة لازم تقدم من ضمن فائدة المؤتمرات. صحيح. نعم. بلا شك.